بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبياكم، حللتم أهلا ونزلتم سهلا. بمناسبة مرور 8 سنوات على تأسيس منصة يريد العلمية، يطيب لي أن أتقدم بأصدق التهاني وأعمق عبارات الشكر إلى جميع المؤسسين والعاملين الذين أسهموا في رسم معالم هذه المنصة الرائدة. لقد كانت رحلة مليئة بالتحديات والإنجازات، واليوم نقف لنحتفي بما تحقق من نجاح باهر وتأثير ممتد. منذ البداية حملت أريد رسالة سامية تهدف إلى تعزيز البحث العلمي ودعم العلماء والباحثين في العالم العربي. لقد ساهمت هذه المنصة في بناء جسور التواصل بين الأفكار والخبرات، مما جعلها مرجعا للمعرفة والابتكار. كل سنة مضت شهدت منصة أريد نموا متزايدا وتطورا ملحوظا، حيث استقبلت أفضل العقول وأرقى الطاقات التي عملت بجد وإخلاص لخدمة العلم والمعرفة. بفضل جهودكم تمكنت المنصة من توفير الأدوات والموارد التي تعزز من قدرات الباحثين وتفتح آفاقا جديدة أمامهم. في هذه الذكرى المباركة أود أن أعرب عن شكري العميق وامتناني الكبير لكل ما قدمتموه من جهد وعطاء، كما أتطلع بكل تفاؤل إلى المستقبل، متمنيا لمنصة أريد مزيدا من النجاح والتألق في الأعوام القادمة. وختاما، شكري العميق لسعادة الدكتور سيف السويدي، المؤسس والمدير التنفيذي للمنصة، وكذلك لكل القائمين على المنصة. ونذكر منهم وبكل فخر واعتزاز الدكتورة مريم قيس، والدكتور هند حسين العبيدي، والأستاذ عبد البردان، وكذلك الأستاذ معاذ والأستاذ صفا، وإلى الجميع دون استثناء الذين صدقا نفتخر بهم. ختاما، شكرا لكم من القلب، ونسأل الله للمنصة ولكم مزيدا من النجاح والتوفيق. بارك الله فيكم.